مرحبا، اسمي محمد خطيب، بشتغل بجوجل مطور كمطور ويب. إذا بتفكروا بجوجل كشركة كبيرة عندهم 30,000 مهندس أو أكثر، كلهم بيشتغلوا بنفس الوقت على ليطلعوا ليعملوا تغييرات على المصدر اللي عندهم، ليطلعوا فيتشرز جديدة، ليعملوا برودكتس جديدة، وكل هدول الموظفين عندهم اكسس على الكود بنفس الوقت وبيعملوا تغييرات بنفس الوقت. فكيف هذا الاشي يتم تنسيقه؟ هون بيجي الفكرة السوفت وير للتحكم بالمصادر اللي هم الفيرجن كنترولينج سيستم، مثل جيت، مثل سبفيرجن، مثل بيرفورس وغيره وغيراته. جيت هو احتمال اشهر اشي، بس في كتير فيرجن كنترولز تقدر تستخدمها. بجوجل بسمح لكل الناس تبدأ تعمل برانش معين، تاخد من المصدر الرئيسي جزء معين وتبلش تشتغل عليه، على أساس لما تجهز الخاصية أو تجهز جزء من الخاصية وبدك تعملها سبميت على المين، على الكود الرئيسي، تبعتها تعمل كود ريفيو بنسميه، حدا تاني، حدا او اكثر من حدا من اللي بيشتغلوا معك بتطلعوا على الكود، بتاكدوا انه كل شيء صح، بعطوك تعليقات عليه، بحكوا لك زبط هاد، هنا في ايرور، اكتب تيست لهاد. بعد هذا كله اذا كل شيء تمام بيقولوا لك كل شيء تمام، تقدر تدخل الكود على الـ على الريبوزيتوري الرئيسية. هذه هي فكرة التحكم بالإصدارات تبع المصدر، بتسمح لك تتعاون مع ناس تانيين، تسمح لك تطلع على الهيستوري، تاريخ التغييرات اللي عملتها واللي عملوها ناس تانيين ومين عمل التغييرات المختلفة، عشان تقدر ترجع فيرجن قديم، تقدر تغير تشبك تغييرات مع بعض من عدة أشخاص، بتقدر تتأكد انه بدون خوف انك تقدر تغير على الكود، لانه اذا صار اشي غلط بكوماند واحد تقدر ترجعه للاشي الصح. سو بدون هاد ما بقدرش اتخيل كيف الواحد ممكن يعمل تطوير لتطوير لسوفت وير، لانه البديل اللي احنا متعودين عليه بالمدارس وبالجامعات انه والله بس بنبعت نعمل زيب فايل، نعمل فايل مضغوط وبنبعته على الايميل، بنضلنا نبعته بالايميلات. الفكرة تاعت الإصدارات، التحكم بالإصدارات جيت وغيره، هو بالضبط زي الإيميل، إنك لما أنت تعمل زيب فايل، بتعمل كل الفايلات تاعونك زيب، تبعته إيميل، الشخص الثاني بغير عليه بيعمله زيب وبيبعت لك كمان رد على الإيميل. هذه الإيميلات اللي انبعتت هذا بالضبط اللي بيعمله جيت، ما عم بيبعت إيميلات بس عم بيعمل كومبريشن لهدول الفايلز، بيعمل لهم اندكسنج مزبوط عشان تعرف شو اللي تغير وشو اللي ما تغير، وبضلوا الهيستوري موجود، فهو بيعمل لك اياهم بس بطريقه احسن مليون مره من انك تبعتهم ايميلات. اذا بتفكر كيف بدك ترجع، اذا عملت شيء غلط بالسوفت وير وبدك ترجع له، بدك تروح على على ايميل معين تدور عليه تشوفه، وبعدين تجيب الزب فايل تاعه، وبعدين بتبلش تعاود ترجع من هناك. جيت بسمح لك بهالطريقه بس باحسن، بانترفيس احسن بكتير واسهل بكتير ومخصصه للكود. فاذا هلا انت هذا اللي عم تعمله، عم تبعت ايميلات، لازم تتعلم كيف تعمل التحكم بالاصدارات بالطريقه الصح، لانه ما في مشروع محترم او مشروع او شركه محترمه بتشتغل بتعمل كود بدون التحكم بالاصدارات. هذا كل عندي. اذا I hope this was useful. Thank you.